بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما تبعتيو معنا هذا النهار، كانت الجلسة ديال إعادة انتخاب الرئيس الجديد بعد استقالة الدكتور حفيظ الشين، النهضة بثقة الأغلبية. هذه الثقة التي هي أمانة وتكليف قبل أن يكون تشريف. صراحة المهمة غادي تكون شوية صعبة ولكن ماشي مستحيلة. سنعمل مجتمعين يعني المكتب الجديد ولا الأعضاء في الأغلبية الجديدة على إتمام ومتابعة العمل على مجموعة من الملفات والمشاريع التي كنا قد بدناها مع الدكتور حفيظ الشاك. كذلك سنواصل العمل بكل عزيمة، سنواصل العمل بكل إرادة من أجل يعني إخراج مدينة صفر من هذه الحلقة الضيقة اللي عاشتها في السنوات الأخيرة، خصوصا ما وقع والذي أدى إلى استقالة الدكتور حفيظ الشاك من منصب الرئاسة. دونك كنعرفوا بان المطالب ديال الساكنه هي مطالب يعني مشروعه ومن حقهم. كنعرفوا بان الساكنه راها ملات من الاوضاع اللي مر منها التسيير الجماعي في الثلاث سنين الاخيره. يعني لنا برنامج عمل سننزل على ارض الواقع في الاسابيع القليله المقبله ان شاء الله. كيف ما قلت كانت هناك مجموعه من المشاريع والملفات اللي كانت مفتوحه وعملنا عليها مع الدكتور حفيظ الشاك، سنكمل العمل عليها وسنخرجها في الاسابيع القليله المقبله. كيف ما قلت لكم هذه امانه على الرقبه ديالي، ساؤديها بكل امانه ان شاء الله. كنطلب من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، وما كاين غير الخير ان شاء الله، ما جاي غير الخير. الاخوان داخل المكتب ولا الاخوان داخل الاغلبيه يعني عندنا نفس التوجه، السير سيكون جماعي يعني بمشاركة الجميع، وهذه دعوة كذلك مفتوحة للجميع حتى الإخوان داخل المعارضة. أرى المكتب ديالنا ولا الإخوان داخل الأغلبية مدين يديهم، لأن مدينة صفرو الآن في حاجة إلى جميع أبنائها، كل من موقعه في حاجة إليهم، في حاجة أن نخرجها من هذه الأوضاع، في حاجة أن يعني نفكر فيما يمكن أن يجعل صفرو ترقى إلى مصاف الحواضر الكبرى بالمغرب، وإن شاء الله الرحمن الرحيم سنصل إلى هذا الهدف جميعا. وشكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.